مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات بناء على طلب حضراتكم. أتمنى تنول الإعجاب، لكن البطل النهاردة هيكون البامية. هنحكي عنها باستفاضة وهنقول أول طريقة خالص إحنا هننقي البامية، وهنبدأ اللي عايز يخزن البامية هنقول طريقة تخزينها النهاردة، وهنعمل كمان البامية المجففة وهنتكلم عن أصلها، لأنه الويكة عموما كان أصلها من زمان جدا، ولكن كان ليها طريقة معينة جدا عند أهل السودان. أنا الحقيقة بحب الطريقة دي قوي، لكن أهل الصعيد كمان بيعملوا الويكة، والنهاردة هنعملها على طريقة أهل الصعيد، لكن هنقول كانت بتتعمل إزاي، لأن هي أساسها كانت منحوتة على جدران المعابد الفرعونية، وكانت الأكلة المفضلة من أهل الملكة كليوباترا. طبعا انتقلت بعد كده واشتهرت بيها في شمال أفريقيا، وبعد كده انتقلت لأوروبا عن طريق طبعا العرب أيام الفتوحات الأندلسية، وبعد كده أهل السودان يعني امتازوا إن هم كانوا بيجففوها. النهاردة هنتكلم عنها. بتطحن وبتتحط على الشوربة وسموها ويكا، ليها طريقة جميلة ولطيفة جدا مميزة، لكن النهاردة احنا هنعملها على طريقة أهل الصعيد. خلينا الأول نقول بسم الله. وعايزة أقول لكم كمان في أفريقيا بيسموها أصابع السيدات عشان بيتغزلوا فيها من كتر حبهم ليها، وطبعا ليها فوائد كتير هنحكي عنها دلوقتي عشان ما اطولش على حضراتكم. خلينا نقول الاول هنبدا في طريقه تخزين الباميه. هنعمل ايه في الباميه الجميله دي لو عايزين نخزنها؟ طبعا اهم حاجه ننقي وحدات الباميه تكون قد بعض، يعني انا دلوقتي هعمل حجم واحد، هنقي اكياس تتعمل من هذا الحجم. هنقي الصغيره اللي هي الاكسترا زيرو زي اللي بنشتريها من بره، هعملها لوحدها. ليه؟ علشان احنا نقدر يعني زي ما بيقولوا كده ايه، لما نخزنها تاخد كلها نفس التسويه، وتبقى في منها احجام موجودة عندنا كل الأحجام اللي بنحبها. طيب هنتكلم عن تخزين البامية. تخزين البامية أنا مش محتاجة فيه غير أنه يبقى في مية سخنة فيها شرايح من الليمون زي اللي موجودة هنا كده، وأنا بسخن المية دي كويس، وهحط شرايح ليمون وليمون كمان فريش في المية بتاعة الايه الميه دي، الميه اللي هعمل فيها نزل فيها الباميه. بس كده معلقتين من عصير الليمون الفريش، وكام شريحه من الليمون. انتوا ما سخنتوش الميه قبل ما اجي ليه يا حبايبي؟ ايه يا نودي؟ ماشي. هبدا بقى. بصوا جبنه الباميه. بصوا هنقمع الباميه عادي، انا هوريكم واحده برضو واحنا بنقمعها. لا هو مطفي بس ماشي. بصوا هنوريكم طريقه التقميع عشان برضو نبقى عملنا كل الحركات. بسم الله. طب ايه هقمعها بالسطور ولا ايه؟ فين السكينه الصغيره؟ ادوني سكينه صغير. يلا تمام. الباميه طبعا بنقيها زي ما قلنا، انا هاخد مثلا الحبات اللي هم احجام متساويه كده جنب بعض، دول يبقوا في كيس لوحده. طبعا الباميه دلوقتي موسم بتاعها، هنشيلها زي ما انتوا عايزين. طبعا بنشيل الجزء اللي في الظهر ده عادي، بنقطع منه حته صغيره ما بنسيبهاش كده وتتقمع. الباميه اللي بنعمل منها المجففه عاده بنميل للباميه الطويله قوي اللي بيتقال عليها الويكه وبنجففها. هوريكم بقى طريقه التجفيف كده. هو محمد عمل لي الخيط فين؟ فين محمد؟ نادولي محمد. بصوا بقى، هو هعمل مع حضراتكم دلوقتي واحده زيها. فاكرين زمان كانوا اهالينا بياخدوا الباميه ويبداوا يحطوها في الخيط وياخدوها يجففوها في الشمس، خلاص بتجف وتبقى ناشفه زي ما بنعمل الملوخيه بالظبط، زي ما بنجفف اوراق الملوخيه ونعملها ملوخيه جافه. عقاد الورد بتوع الهواي صح. هي احلى. لان هي فيها احمر. طبعا الباميه الحمراء دي على فكره تتزرع في الهند عشان تبقوا عارفين، وبتبقى ليها وصفه جميله جدا عند الهنود. ان شاء الله مره برضو نعملها، منكهات وتوابلهم رائعه جدا. فانا هعمل كذا عقد منها كده عشان اجففها عندي في البيت لو انا عايزه اكلها بالطريقه على طريقه اهل السودان. تمام. تحيه طبعا ليهم، ناس كتير بيتابعوني الحقيقه منهم. وبخليها زي ما هي بالعنقود بتاعها ما بشيلوش، لكن لما اجي اخزنها
هخليها من غير العنقود. طبعا الميه هنا بس انا مستنيه تسخن، ومحتاجه البوله اللي فيها ميه وتلج يا ندى. تمام. طيب ابص عليها، وهحتاج الخيط اللي محمد خده تقريبا، فك بالخيط، معرفش راح فين. اوكي ناخد كده. الميه دي ميه متلجه، لان هطلع الباميه هنزلها في الميه اللي كانت تلج وساح عشان اوقف التسويه بتاعتها. طبعا عندي هنا اكياس تلاجه. ايوه بصوا بقى، بدات تسخن الميه. هاخد كده كميه الباميه، ومعانا استاذه منال. يا اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل على عيونك يا حبيبتي. والله العظيم على التقديمه الجميله وعلى المعلومات القيمه وعلى شكل الباميه اللي فعلا منوره، اللي تخلي الواحد النهارده لازم ينزل يجيب باميه. يا حبيبه قلبي صحه، وانا على قلب حضرتك. والله عارفه فيها بهجه، والنهارده الحلقه كده كلها بهجه فعلا. حبيبتي بهجه والله عشان حضراتكم. وعارفه حاجه كده مريحه، انا بفتح دلوقتي لقيت الله اكبر، يعني كل حاجه حلوه وحاجات خضراء والباميه شكلها حلو. حبيبه قلبي. وبعدين انا قاعده مستمتعه، قلت الملح اكلمك بسرعه يا حبيبتي اركز معاكي. ده شرف ليا على فكره. حلقه السمك الاسبوع ده، وهنعمل لحضرتك الكاليماري المحشي علشان خاطر حضرتك حبيبي قلبي الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. انت بصراحه عظيمه يا شيف، عظيمه. يا رب سعد قلبك مدام منال، والله اسعدتيني. زي الفل يا حبيبتي قلبي، انا عدم تبعك اهو. صباحك رضا من رب العالمين. تسلمي لي، وميرسي لمكالمه حضرتك جدا، شرفتينا ونورتينا حقيقي بجد. شكرا لحضرتك ولكل متابعينا لحد استراليا، لحد مدام سوريا حبيبتي ببعت لك تحيه كبيره جدا. بصوا بقى، يا دوب نزلت، انا مش عايزاها تغلي. بصوا اول ما الميه سخنت هشيلها بقى، انا مش عايزه المخده او الماده اللي فيها تنزل. هنزل في الميه الساقعه على طول، ولازم اجففها كويس. لازم اجفف الباميه دي. يعني ايه اجففها؟ يعني انشفها كويس في مصفى، او لو عندي حتى زي الشاش او ورق مناديل كده، تنزل توقف التسويه على طول في ميه بتلج. خلاص، دي انسب طريقه لتخزين الايه الباميه في الفريزر. خلاص هنعمل بقى واحده تانية مجففه للي بيحب التجفيف ويحب الوصفات اللي هي القديمه، عشان ما حدش يزعل مننا. العقاد دي عايزه اقول لكم رائعه. انا هو محمد راح فين يا اولاد؟ انا خايفه يكون اتخطف ولا حاجه وهيطلبوا فديه. طب انا محتاجه الخيط، ممكن يبقى بره، ممكن يبقى قاعد بيتشمس ولا حاجه. الخيط والابره. بصوا بقى هنشيلها كده، تنزل في الميه المتلجه عشان تحافظ على الخضار بتاعها زي ما حضراتكم شايفينه اهو، زي ما هي تبرد بس شويه. وبعدين هبدا اخد كده ورق مناديل، وهصفيها برده في طبق تاني كبير عشان تتنشف. لازم تنشف عشان ما تعملش الميه اللي عليها دي كتل تلج لما تدخل الفريزر مع الاكياس التلاجه اللي احنا هنستخدمها. خليني كده اجيب من هنا طبق، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط عليه الباميه دي اللي احنا جففناها على المناديل، تنشف بس والميه دي تتشر، يعني تنشف تماما. وبعدين ايه، هنا فين الابره؟ تمام، لضموها. تمام بسم الله. هناخد كده هنرفع بقى الايه الباميه هنا. طبعا انا حاطه شرايح ليمون، وحطينا معلقه من عصير الليمون اهي. الميه المتلجه دي بتوقف التسويه زي ما حضراتكم شايفين، ونبدا بقى تنشف. نبدا نجيب اكياس ثلاجه، وزي ما اتفقنا احجام الباميه مهمه، يعني الحجم الوسط مع بعضه، الحجم الكبير مع بعضه، الحجم الصغير خالص مع بعضه، علشان يبقى عندنا كل الاحجام طبيعيه، باميه طبيعيه اهي. هسيبها هنا تنشف بقى كده، وبعدين نبدا ايه نحطها في الاكياس وتتخزن زي ما حضراتكم عايزين، تقعد بالسنه مع حضراتكم. خلاص عندي بقى الثانيه اللي احنا هنشتغل بيها في الخيط اهي. طبعا ابره نظيفه خالص جديده. الخيط ده خيط دوباره، او الخيط الخفيف اللي بنستخدمه دايما في حاجات الكروشيه او الحاجات دي، يعني انا بحبه قوي عشان بيبقى تخين وجميل.
ويبقى حاجة نظيفة كده جديدة. بصوا بقى هاخده وهاخد البامية الجميلة اللي احنا هننقيها علشان نجففها اهي. هنشيل بقى العقد القمر ده نحطه هنا كده، وهناخد من البامية بالإبرة كده وهبدأ أدخلها في النص البامية وأنزل اهي كده في النص، ونعمل بقى العقد اللي حضراتكم شايفينه ده بالشكل ده واحدة ورا واحدة لحد ما تجف تماما. ونحتفظ البامية المجففة دي لو تذوقوا طعمها لما بتجف وتطحن وتتعمل بيها الوصفة بقى اللي ايه انا هجفف دول وهوريها لحضراتكم في حلقة ان شاء الله، نعمل بيها وصفة حلوة جدا جدا. زي بالظبط الملوخية الناشفة، وبرضو في حلقة مميزة عن الملوخية علشان نحتفظ ازاي بالملوخية وفي نفس الوقت نشتغل بيها وصفتين حلوين برضو. اهو هنبدأ نعمل الخيط ده ونقفله ونبدأ بقى ايه نشتغل بعد كده نجهز للويكة. الويكة بقى فكرتها ان احنا بنجيب البامية الطويلة الرفيعة تتقطع شرايح مدورة خالص رفنعة، وبعدين بناخدها. هم هناك في اهل الصعيد بيستخدموا حاجة اسمها المفراك. المفراك ده بيبقى أداة خشب كده ليها جنبين طالعين بنفضل نلفهم، بس أنا ممكن أستخدم الواسك أو المضرب السلك هيأدي الموضوع. المهم إن هما ما يهروش البامية، بيدوها كده خبطة علشان تبقى لينة ولكن ما تتهريش، يعني ما تبقاش مهروسة قوي. طيب معانا مدام ثريا، يا أهلا وسهلا. حبيبة قلبي مدام ثريا، احنا لسه. الو، سنة وانت طيبة يا حبيبي. يا روح قلبي وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا مش مصدقة، أنا بحاول أطلبك وبعدين لقيتك بتقولي وأنا بحاول أطلبك، قلت على قلبي حبيبة قلبي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا والله، تسلمي لي يا رب. يخليكي يا ست الكل حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي يا عظيمة. حضرتك أكتر والله، يسعدني مكالمة حضرتك جدا. ميرسي، وكل سنة وعيد الهجرة كده طيبين يا رب، ويجعلها سنة مباركة علينا جميعا. حبيبتي أمين يا رب العالمين، أمين يا حبيبتي. كلك ذوق مدام ثريا والله. ميرسي، وتسلم إيديكي على كل اللي بتعمليه وبتسعدينا بيه يا حبيبتي. حبيبة قلبي تسلمي لي، حضرتك تسلمي. ميرسي مكالمة حضرتك، أنا مبسوطة بسمع صوتك. وأنا كمان، وميرسي وربنا يسعدك يا رب. آمين يا رب. كل السامعين حبيبة قلبي تسلمي لي. ميرسي مدام ثريا، بشكر حضرتك جدا بجد، وأسفين إذا تعبناكي عقبال ما توصلي لنا. طيب بصوا بقى احنا عملنا خلاص البامية، نحطها بقى في مكان في الشمس. انا بفضل الف عليها بس شاش خفيف عشان لو في يعني هتحطوها في مكان مفتوح زي البلكونة مثلا، او لو هتحطوها في المطبخ لو المطبخ داخله شمس او تهوية خلاص كفاية هي هتجف، بس هي الشمس بتبقى عامل مهم جدا. هبدأ استعد بقى للويكة، لكن هنتظر لما نرجع من الاستراحة، يعني هنطلع استراحة ونرجع نشتغل مع حضراتكم الويكة على الطريقة الصعيدي الجميلة. أهل الصعيد تحية ليهم من مكاني هذا، ولكل عماتي ولكل الناس اللي موجودة يعزوا عليا، وأولهم أم جوزيف. واسمحوا لنا نرجع بعد الاستراحة نستكمل مع بعض الوصفة بتاعتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، نبدأ في الشوط التاني. بصوا بقى أهم حاجة طلع الهواء كويس قوي. في أكياس غير أكياس التلاجة، بتكون أكياس للتخزين، هتلاقوها كده في السوبر ماركت، بتبقى أكياس ليها مكان كده بتتفتح منه وهي أسمك شوية وخاصة بالتخزين. عشان نحطها بنفاكيومها نشيل الهواء خالص ونقفلها. بصوا بقى تبقى رائعة. وهناخد بقى الاحجام، نعمل الاحجام الصغيره فوق بعض، نعمل على قد الاكله بتاعه حضراتكم، وتطلع من الفريزر على الحله فيها البصل والثوم تتضاف على طول، ما تستنوش عليها تفك، لانها لو فكت هتنزل المخاط ومش هتبقى حلوه، هتلاقوا الصوص بتاعها مماي مي بيقولوا عليه كده. طيب هناخد بقى الاعقاد الحلوه دي هنعملها هنا عشان دول هنجففهم، وان شاء الله نعمل مع حضراتكم بيها وصفه حلوه. ونحط دول هنا كده، وبعدين نبدا بقى في الويكه بتاعتنا الجميله اللي احنا عايزين نعملها دلوقتي.
عشان نبقى عملنا كل حاجه تخص الباميه. طيب هنبدا في الويكه. انا طبعا الويكه ممكن تتعمل بلحم مكعبات او بفراخ، في ناس تحب تقدم جنبها فراخ. انا النهارده سلقت مكعبات لحمه حلوه كده، وهاخد المرق بتاعها ونبدا نعمل عليها. هنزل مقادير مع بعض كده ونشوف مقادير الويكه بتاعتنا. عندي باميه متقطعه رفيع شرايح رفيعه جدا، وعندي لحمه مسلوقه مكعبات صغيره، وطبعا المرق بتاع اللحم، بصله مبشوره مفرومه يعني، وطماطمايه متقطعه صغير، وعندي ثوم مفروم، عندي قرن فلفل حار حسب الرغبه، عندي عصير ليمون مرق اللحم، وكمون وكزبره وملح وفلفل. طيب هنبدا بقى نعمل ايه؟ هناخد كده بسم الله، هاخد هنا ادي اللحم وادي المرق. انا عايزه كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اضيف المرق هنا. يغلي بس شويه، وممكن ازود عليه شويه كمان، عندي مرق اهو باودر، شويه ميه صغيرين. اوكي هنا، وهيتعمل لها طشه جميله جدا من الثوم والكزبره الجافه، هنحطها على وشها. في ناس بتحب تاخده تحطه في طاجن وتدخله الفرن، بس هي الطريقه بتاعتها بالمفراك في الحله زي ما احنا هنعمل دلوقتي. نقلب تقليبه حلوه، احط بس شويه ثوم مفرومين في وسط المرق. معانا مدام سعاد، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماما اهلا بيكي. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويكرمك. الله يخليك حبيبتي. انا وانت طيبين. كنت بس عايزه اسالك سؤال لو سمحت. اتفضلي. انا لما بخزن الملوخيه بتطلع غامقه قوي. اه. بعمل فيها كل الحاجات عملتها برضه بتطلع غامقه. ده في التخزين حضرتك ولا في طريقه العمايل نفسها؟ لا، التخزين. حاضر. بتطلع غامقه، الله يبارك. حاضر يا ماما، انا اقول لحضرتك حالا من عيني. طبعا احنا الملوخيه في ناس بتحب تشيلها اوراق، وفي ناس بتحب تخرطها وتنزل لها شويه مرق او ميه. احنا بنضيف لها شويه من بيكربونات الصودا. بيكربونات الصودا دي هي اللي بتخليها تفضل دايما بتحافظ على الخضار بتاعها، ودي حاجه مهمه قوي من عند العطار. بنحطها وبتبدا تدينا اللون الاخضر، وبنشيلها تكون فريش، وما نقعدهاش وقت طويل بره لانها بتتاكسد. اهم حاجه السرعه في ان انا اخزنها علشان يعني اديها التخزين بتاعها الصح. والبيكربونات الصودا دي بتحافظ عليها جدا وعلى الخضار بتاعها. ان شاء الله مش هتسود، وانا هعمل حلقه عنها باذن الله حضرتك تشوفيها، وان شاء الله مش هتسود مع حضرتك تاني ابدا. بسم الله. بصوا كده هبدا اضيف هنا الباميه متقطعه زي ما حضراتكم شايفينها كده شرايح رفيعه. هي اكله صعيدي ولكن جميله، وكان نفسي ابقى معاها العيش الشمسي، لان احنا عايزين نعمل العيش الشمسي. بس احنا طبعا يعني احتراما لاهل الصعيد احنا هنعمله، بس اسمحوا لنا احنا مش هنقدر نعمل الخميره البيتي اللي بتتعمل ليه في الاساس من الدقيق والميه وتخمر كذا يوم. هنعمله من الخميره الفوريه علشان اهل المدن يعملوه، ويعني يبقى بسيط وسهل عليهم. معانا تليفون، معانا مين؟ معانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. امني انا حبيبتي، منوره الدنيا، منور باتصالاتكم ومتابعتكم والله. خليك يا حبيبتي، وحشاني، مش قادره اقول لك قد ايه حبيبه قلبي حضرتك اكتر والله. ربنا يخليكي، وعايزه اشكرك على حلقه الفطير الشرقي. يا حبيبه قلبي، رائعه بجد، وميرسي كمان للشيف احمد. بجد الحلقه كانت حلوه قوي قوي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. يا روحي ربنا يخليكي يا رب. تسلمي. يخليكي. طلباتكم اوامر. كل جديد والله عظيمه. والله طلباتكم اوامر، والولد بصراحه يعني انا بشكره وبشكر كل حد ما بيستخسرش معلومه. ايوه فعلا. حقيقي. يعني الانسان اللي ما بيخبيش اي معلومه يعني ده بيبقى على راسنا من فوق. يا حبيبتي. يعني زي كده بجد والله ما بتخبيش اي حاجه. لا ما اقدرش. لا
انا ما اقدرش، انا يكفيني الدعوه الحلوه دي اللي من القلب، دي احلى حاجه في الدنيا. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، كنت برضو زيك زي يعني ربنا يديكي طولة العمر. امين يا رب. قدري الله يرحمه، الله يرحمه، برضو ما كانش بيخبي علينا اي حاجه خالص حبيبتي، ربنا يرحمه كتير قوي بجد، يعني مقاديرك وكل حاجتك حلوه قوي عظيمه بجد حبيبتي والله. ربنا يخليك يا رب، ما تحرمش منك، يديك الصحه والعافيه يا رب. امين. احنا وانتوا حبيبتي، نور بوجودكم. تسلمي لي يا ام اسلام، تسلمي لي، تسلمي حبيبه قلبي، شكرا ليك والله، كلامكم ده على راسي من فوق بجد، بيفرق معايا جدا حقيقي. احلى حاجه في الدنيا الارزاق دي، يعني كل واحد بياخد رزقه من الدنيا، بس في ناس ربنا بيختصهم بمحبه الناس، فدي نعمه كبيره جدا جدا جدا. انا بشكر حضراتكم، بشكر ربنا قبل اي حاجه، وبشكركم بجد على محبتكم. خليني بقى اخد دي، انا هشوح هنا معلش البصلايه بالثوم، وهاخد الفلفل الحار هنا، عايزه اسيبها تغلي غلوه هنا الاول، وبعدين هضيف ده وهفركهم مع بعض. اكتشفت ان الطعم بيبقى احلى من اني اشوح البصل والثوم والفلفل وبعدين اضيف الباميه واضيف المرق وهكذا، حسيت الموضوع بيبقى هنا كده ليه طعم مختلف. يعني هي الطريقه حقيقيه ثابته، ولكن التكنيك ممكن حد يحط يعمله بشكل مختلف، فانا حبيت بس كده ايه اطعم هنا واحط رشه الملح والفلفل. بسم الله. هنا الريحه بقى هنا روعه، قرن الفلفل ده بيعمل برده ريحه حلوه قوي حقيقه يعني، والباميه تحب الثوم والفلفل، الفلفل ده بيدي طعم جميل حتى في طاجن الباميه لو عايزينها بالصلصه. بصوا تشويحه حلوه، وهنا بصوا انا مسكت هو يعني يحل محل المفرك، بس هو موجود في ادوات الخاصه بالاماكن اللي بتبيع ادوات المطبخ، هما بيقعدوا بقى يعملوها بالشكل الجميل ده، بتبقى جميله بصراحه، ليها طعم رائع، طماطم مش كتير وده الاهم. معانا ام جوزيف، اهلا باهل الصعيد. اهلا بيكي يا قلبي، اهلا بيكي في الكل حبيبه قلبي، عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله، تسلم ايديكي في العدس البدر اللي بتعمليها دي، احنا بنعملها طبعا باميه وشه كده، وبنعملها باميه بالعدس بتبقى تحفه برضه. الله الله على حاجتكم كلها جميله، ربنا يخليكي يا رب. ليا سؤال يا رب يخليكي، اؤمري اؤمري الله. هي كفته الرز الكربونات اللي بتتحط لها لكفته الرز بتتحط لما تيجي تستوي، ولا تتحط وممكن تتصبع وتتشاف؟ اللي هي ايه معلش؟ الكربونات، الكربونات لو حطيت معلقه كربونات على الكفته ام رز وصبعتها وشلتها هتبقى احسن، ولا اعملها طازه لما هي تيجي؟ هي اعمليها طازه، ليه تشيليها؟ مش هتبقى حلوه. ممكن اذا حابه تضيفيها ضيفيها من غير ما تخزنيها، يبقى على الاستخدام بس. طيب ماشي حبيبه قلبي، تسلمي يا ام جوزيف، تسلمي يا حبيبه قلبي. العفو يا حبيبه قلبي. انا حطيت الكزبره كمان، بصوا بقى ده عايزه اخليهم يغلوا غلوه كده، ورشه من الكمون طبعا، عايز اضيف معلقه سمنه، حاجه ترجع لحضراتكم. انا هنا بس بحط نقطه واحده عصير ليمون، مش هخليها تغطي على الطعم ولا حاجه، بس بتفرق قوي عشان الباميه. وحطيت اللحمه، اللحمه مسلوقه مستويه، هن ايه ننزل الخليط ده في وسطيها، معلش عشان انا عايزه اقلبهم كده مع بعض. لسه هتستوي، داخله على مرحله السوى، لسه الباميه ما استوتش، واحنا مع بعض كده، وهنعمل لها طشه كمان من الثوم والكزبره الجافه. ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. دلوقتي بقى احنا ممكن يعني نطلع استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض الوصفه اللي معانا. ان شاء الله يا رب تعجب حضراتكم النهارده الحلقه، بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه، نبص بصه كده على الويكه الجميله دي، احنا لسه هنعملها طشه اخيره، نقلب تقليبه كده مع بعض، تاخد بس تسويه حلوه، الريحه روعه،
بصوا بقى بس تدخل في التس، شوفوا لونها اخضر وجميل ازاي. عصره الليمون دي بتفرق قوي، بس هي ما تبقاش باينه في الطعم، بس ان شاء الله هتاكلوا باميه فريش وجميله. واحلى حاجه ان فوائد الباميه كتير على فكره، يعني حلوه جدا، ليها فوائد كتير جدا الباميه. ليها فوائد للامساك، ليها فوائد لمرضى السكر، ليها فوائد للجهاز الهضمي، يعني فوائدها كمان بتحفز الطاقه جدا، حاجات كويسه جدا ومفيده جدا، بتنظف القولون كمان. انا افتكر مره يعني من ضمن الحاجات اللي اتقالت لي كانت برضو بالنسبه لي غريبه، هي فكره تنظيف القولون دي. احنا لازم كل فتره على فكره نساعد في تنظيف القولون بتاعنا، مهم قوي كل فتره كده. بصوا بقى انا دلوقتي هستسمح حضراتكم ننزل مقادير، هنعمل طارت مانجا بما ان المانجا بدات بشايرها تهل علينا، فاحنا عاوزين نعمل طارت مانجا لطيف. احنا قبل كده عملنا الباستا فلورا الاسبوع اللي فات وعملنا عجينتها سهله وبسيطه، هي نفس العجينه. يعني هقول لكم كده تقريبا هي ايه، 2 بيضه وعندنا 3 كوبايات من الدقيق، عندنا معلقه ونص بيكنج باودر دي اختياري صغيره، عندنا رشه ملح، وعندنا كوبايه من الزبده اللينه، وعندنا كوبايه من السكر البودره، عندنا بيضه كامله واتنين صفار بيضه، تطلع العجينه حلوه. طيب معلقه صغيره طبعا لازم الفانيليا السايله، اقول لكم ليه بقى بتبقى حلوه في العجين دي، بتدي تيست طعم حلو قوي عن الباودر. عندنا بقى اللي حابب حد يحط لها مثلا مكان الفانيلا دي بشر ليمون هتبقى جميله، وعندنا ربع كوبايه قلت لكم من الميه المثلجه، يعني ثلج وساح وداب، وضفنا بيه لمينا العجين بس علشان يحافظ على الزبده وقوامها، وحراره الايد كمان بتسيح الزبده قوي، فاحنا عايزين نلم العجينه لم ناخدها ونقفلها في كرنفل او في ستريتش نحطها في الثلاجه، هتطلع زي ما حضراتكم شايفينها كده. بعد ما بتطلع كده بنبدا ناخدها نحطها بين ورقتين زبده. بصوا عجينه التارت دي اساسا عجينه كنديه، يعني اساسه من كندا. تمام، تعالوا كده بس نفرد كويس عشان ايه بين ورقتين الزبده. كانوا بيعملوه تقريبا كده، يعني تقريبا من 1900 سنه، يعني هي اساسا من الاصل الكندي، ودي بيعتبروها من الاكلات الشرقيه في كندا، يعني ليها عندهم كده رونق وشكل خاص، بيفتخروا بيها قوي لدرجه ان هم بيعملوا لها مهرجان ومسابقات كبيره على فكره هناك، بيبقى ليها يوم كده مميز بيعملوه فيها وبيطلعوا منه ارقام كبيره جدا من التارت دي. بصوا كان في بقى احتفاليه كبيره بيعملوها، اعتقد دي كانت يعني مسمعه، بيبيعوا فيها، عملوها عن تارت الزبده، ودي ممكن يبيعوا فيها فوق ال 50,000 قطعه من التارت الزبده ده. بصوا بقى سنة 2014 هم عملوا المهرجان ده أو عملوا المسابقة دي، وعملوا فيها عدد القطع اللي بقوله لحضراتكم ده. طبعا قوالب التارت كتير وأشكالها كتير، في القالب اللي هو زي ده اللي احنا عملنا فيه الباستا فلورا أهو، بيبقى كده وقاعدته متحركة عشان تسهل علينا. في منه بيبقى الستانلس أو الألمنيوم أو واتيفر، مش مشكلة، المهم يعني إن احنا العجينة طالما مظبوطة هتطلع من القالب حتى لو هو قاعدته مش متحركه، لان انتوا لازم تستنوا عليه لما يبرد شويه. بس قاعده متحركه عاده بتساعد شويه في ان احنا نطلعه بشكله من غير ما يتكسر. طيب انا هاخد كده وهفرد العجين، هشيل كده وهبدا اخد العجينه هنا بالشكل ده وانيمها كده في قالب التارت. خلاص وهبدا بقى اسكنها كويس. حلو الكلام، هسكن كده العجينه وهخليها تدخل تاخد الاول لوحدها، اسويها لوحدها قبل الحشو. حشو بقى احنا النهارده هنعمل كاستر، كل مره بنعمله جاهز، المره دي انا هعمله بالطريقه بتاعه زمان، الكاستر من البيض واللبن زي زمان، عشان اللي حابب يعمله حتى كمبردات في الثلاجه لاكل الولاد، لو ضفتوا عليه بس شوكولاته خام، لو ضفتوا عليه صوص شوكولاته، الولاد هيستمتعوا بيه. واصلا الحشو ده بحشي بيه انا كمان ساعات الاكلير، جاتول اكلير بيبقى رائع.
بصوا بقى نبدا كده نسكن الايه العجينه الحلوه دي في القالب ونخليها بس مرفوعه سنه عن سنه القالب. ليه؟ عشان هو بيخس شويه، يعني العجينه دي بتهبط شويه بتنزل سنه، فعشان ما تبقاش حروفها قصيره. خلاص انا بس شغاله مع حضراتكم، انتوا تابعوني في الوقت يا اولاد بعد اذنكم اذا تكرمتوا. اوكي كده اهو الفرن بيكون سخن على حراره 180 متوسطه، بدخله على الشبكه في النص. انسب فانيلا بستخدمها في عجائن التارتس او البسكوتات او الباستا فلورا الفانيلا السايله، بتبقى طعم وريحه روعه، بتدي تيست حلو قوي، خصوصا بحطها مع السكر والزبده في الاول قبل ما بضيف البيض، وبعدين بضيف البيض مش العكس. طيب بتدي طعم للزبده كمان في العجينه روعه اهو، شايفين ازاي؟ سكننا كده العجينه، هتدخل بقى فرن حراره 180 على الشبكه في النص، تاخد اللون الجراتان الفاتح الحلو، هوري حضراتكم شكلها يبقى عامل ازاي. بسم الله اهو، ونقفل، نشيل بس الايه الحروف اهو، نقفل عليها اهو، شايفين ازاي؟ عشان تبقوا شايفينها. هدخلها بقى هتاخد حوالي 25 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن لحد ما تاخد اللون اللي هوريه لحضراتكم دلوقتي. بصوا بقى الجمال، تعالوا نقفل نبص بس مع بعض، دي اللي احنا طلعناها اهي. العجينه دي لما بتتبقى معايا زياده هعملها في ستريتش وادخلها الفريزر، اي وقت تاني احتاجها هشتغل بيها. طيب اقدر كمان اعمل منها قوالب التارت الصغيره. بصوا بقى العجينه طلعت اهي، ده بيبقى شكلها زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي انا هستعد اني اعمل بصوا الباميه ريحتها روعه ما شاء الله، اكلات كده سبحان الله القديمه دي لا يعلى عليها، احياء التراث القديم والاكلات القديمه سواء الريفيه الفرعونيه. بصوا ده شكلها النهائي، طبعا انت كده حرقتها لنا، يرضي كده ربنا، يرضي ربنا كده. ماشي ده مخرجنا يعني عايز يوريها لكم على طول. طيب هاخد كده اعمل عجينه الكاستر في البيت، سهله وبسيطه. 2 صفار بيض، هاخد معلقتين من السكر او 3، 3 معالق من النشا، عندي معلقه صغيره من الفانيلا السايله، ولتر من اللبن. دي مقادير مظبوطه وقوام مظبوط. في ناس بتحب تدعم النشا تحط معاه معلقه دقيق لما تحبه يبقى ماسك قوي، انا هوريكم قوامه بس انا هشتغل فيه الاول. خلينا نشتغل فيه الاول. بسم الله هاخد كده الاول صفار البيض، وخليني في صفار البيض ده البياض مش هرميه، يعني هعمل ايه؟ بصوا كده بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد بوله هعمل هنا بسم الله الرحمن الرحيم، كده البياض ده هحطه في كيس ثلاجه وهشيله في الفريزر. هاجي اعمل اي وصفه ليها مارينج، بياض بيض، حاجه في الكيك، حاجه في الاسبونج، هطلعه من الفريزر يسيح يرجع فريش كانه لسه مكسور دلوقتي. بسم الله بصوا اهي اهي، شايفين؟ اهم حاجه بقى في البياض لما تيجوا تضربوه انه يكون ناجح، ما يبقاش فيه ولا فتفوته صفار. الحاجه الاهم انه ما يبقاش المضرب او العجان مبلول. لما نيجي نضرب صفار وبياض ناخد من البياض نحط في الصفار مش العكس، بس ده مهم. طيب تعالوا بقى هاخد كده الاثنين صفار، هضيف عليهم السكر، وهضيف عليهم الاول نضرب السكر وهحط الفانيلا السايله اهي، وهاخد فراوله وانا شغاله كده في الحاجات الحلوه دي، وجت فراوله تحلي كمان معانا حبيبتي فراوله. الو اهلا يا فراولتي. يا صباح الفل يا بنت، صباح الفل يا روح قلبي. عامله ايه يا زيزه؟ انت عامله ايه يا روح قلبي؟ انا تعبانه شويه الحمد لله. الف سلام عليك يا روح قلبي. الله يخليكي، تسلم ايدك. تسلمي يا نور عيني، تسلمي. منورة الدنيا كلها يا عظيمة. حبيبتي منور بيكوا والله وبمتابعتكوا وصوتكوا الجميل اللي انا بسمعه. منورة الدنيا كلها بجد. حبيبة قلبي ربنا ما يحرمني منكوا أبدا.
الله يخليكي. بقول لك يا عزيزة، أموري يا قلبي. أمر الله، أنا عندي بياض بيض، أعمل بيه إيه؟ اعملي مارينج اضربيه، دخليه في كيكات، اعملي منه المارينج وحطيه معاه بس فانيلا وسكر بودرة واعمليه في الفرن، الولاد الصغننين ياكلوه يتبسطوا بيه قوي. لونيه، في حاجات كتير تتعمل بيه. وأنا مش عارفة أعمل بيه إيه بصراحة. طب أنا أعمل لكم بقى حلقة خاصة ببياض البيض ده. إيه رأيك؟ إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. ماشي؟ تسلم إيدك. تسلمي يا فراولتي. تسلمي يا روح قلبي. هسخن بس شوية اللبن اهو، هسيب اللبن يدفى. انا بس فنكشت هنا شوية نشا، خليني امسحهم. ضربت السكر مع البيض مع الفانيلا مع شوية النشا اهو. بياض البيض هشيله دلوقتي في كيس ثلاجة. هنفض بس المانجو بتاعتنا دي اللي جه عليها شوية من النشا. هدفي اللبن على النار، اول ما يدفى هنزل باللبن شويه شويه عشان ما اسويش البيض، وبعدين ارجعه تاني على النار. هنا بقى انا هشغل هنا عشان اعمل الطشه الحلوه بتاعه الباميه اهو. اللبن بدا يسخن، بصوا بقى هنزل باللبن حبه حبه شويه شويه. ممكن اخد لوش من هنا. بسم الله، ده الكاستر العادي. ناخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كبشتين بس ونقلب. ندوب الايه اللي احنا عملناه ده، اللي هو النشا السكر صفار البيض، عشان نوازن الحراره ونعقم البيض، وبعدين نرجع تاني ننزله في الحله اللي على النار عشان يتماسك بقى ياخد القوام. طريقته سهله وبسيطه، طعمه جميل، لو حتى تقدم في كاسات بارد يبقى رائع. عايزين بقى تحلوه تاخده شوية أصفر وتحطه بعد كده على جزء منه شوكولاتة دايبة أو القابلة للدهن أو شوكولاتة خام متسيحة، هيبقى رائع. بصوا بقى هننزل هنا، بسم الله أهو. اللي عايز بقى يدعم اللون ممكن جدا يدعم اللون ده بنقطة من اللون الأصفر، ماشي. أنا بصراحة عشان هنا أنا حطيت شوية من المانجا البيوري، يعني خلطت حوالي كوباية مانجا. اما قطعت شرايح المانجا بقى اكيد بواقي في المانجا، خدت البواقي دي وعملتها بيوري ورحت ضيفاها على خليط الكاستر بعد ما طلع وبرد، علشان يبقى خليط كاستر حلو وجميل. بعدين حطيت شرايح المانجا. شرايح المانجا اي مانجا او اي فاكهه عايزين حضراتكم تحطوها لازم تتلمع، يا اما بمربى بيوري فنخفها بمعلقتين ميه وعلى النار ونلمع الفاكهه عشان تحافظ عليها ما تتبلش وتقعد فتره في الثلاجه، او في حاجه اسمها الجيلي اللامع. الجيلي في منه على البارد وفي منه على الساخن، بيتباع في محلات مستحضرات الحلواني، نقدر ناخد منه شويه ونلمع بيهم الفواكه بتاعتنا. الكريز كمان نازل، عايزين نعمل بيه وصفه جميله ونخزن الكريز للمحبي الكريز اللي بيحبوا يخزنوه. بصوا ريحه الفانيلا عامله شغل عالي جدا، لبن اول ما يبدا يدوب بصوا النشا يتماسك اهو. بصوا بقى احلى كاسترد، تاكلوه طعمه يجنن، وجربوه كده بالفانيلا زي ما قلت لحضراتكم، واه على جماله. بصوا اهو شايفين الجمال تماسك ازاي. بصوا تعالوا بقى ناخد اوريكم اهو، اول ما يعمل البابلز دي خلاص هرفعه من على النار كده تمام. خلاص تعالوا بقى نشيله ونحطه في بوله نظيفه، ولازم نغطيه، نسيبه يبرد ولازم نغطيه، نغطي وشه عشان ما يعملش قشره. يعني ايه دي مش سخنه؟ اوكي ممكن اخد كده. بصوا بسم الله، ممكن بقى تحطوا نقطه لون هنا تدعموا اللون بتاعه لو انتوا حابين. شايفين اهو، او تحطوا المانجا البيوري بس بعد ما يبرد تماما. بصوا بقى عشان ما يعملش قشره لازم اعمل كده، لازم اجيب كده القطعه من الاسترتش اهو وابدا احطها على الخليط ده ملامس ليها كده كده. شايفين ازاي؟ مش فوقها، عليها، مش فوقها عليها عشان ما يعملش قشرة. وهسيبه بره شوية يهدى بس، وبعدين ادخله التلاجة عشان الحرارة ما تضايقش التلاجة او تأثر عليها.
هشيل بقى ده. نبص بصه بقى، الله، بصوا الباميه بقى. خلينا نجهز الطشه هنا ونستكمل بسرعه الحاجه الحلوه بتاعتنا. هعملها كمان شويه بالمضرب السلك. بصوا معلقه كده، الله، شويه الثوم، شويه الكزبره، ونقلب تقليبه حلوه. وتعالوا بقى نغرف الطبق الحلو ده قبل ما نجمل الايه التارت بتاعنا. شايفين الجمال؟ الله الله. ماشي حبايبي، اهو الويسكي بتاعي، هعمل بس كده حبايتين كده. بعد ما حطينا اللحمه، البصل، الحاجات الحلوه، شايفين؟ الله، ناخد بقى الحاجات الحلوه دي ونغرف. بسم الله كده. وتعالوا بس ناخد شويه بلوش. ننضف بقيه اللي في، خلاص كده تمام قوي. عايزين نغرفها بقى، ناخد كده بقى شويه ونغرف الطبق بتاعنا باللحمه. بسم الله، الله، وهيبقى صحه وهنا على قلب حضراتكم. نجفف بقى الباميه ونعمل الطريقه السوداني ان شاء الله، وايه ونشوف، يبقى عندنا وصفات جميله لمحبي الباميه. انا عارفه ان في ناس بتحبها، انا شخصيا بحبها وبنتي بتحبها جدا، بس بتحبها طاجن في الفرن. وعارفه اني اول ما ارجع هتقولي انت ليه ما عملتليش دي، بس ماشي من غير ما تقولي يا لولي كده. شايفين الجمال؟ نرفع بقى دي هنا، نمسح كده طرف الطبق. بصوا بقى الجمال، يلا بينا ونقدم بقى الطبق الجميل ده. اسمحوا لنا، يا سلام بقى لو في شويه عيش شمسي كده، هتبقى الاكله الحقيقه مش ناقصها حاجه. حاجه بقى مخلله براحه حضراتكم خالص اهو جنب العيش. وتعالوا بقى نبدا نعمل، نحط بقى الايه الكاسترد. بصوا ده كاسترد متضاف عليه بيوريه مانجا، مانجا بيوريه بسيطه قوي، هيوريها لكم مخرجنا. تسلم ايديك وعينيك يا رب. هاخد بقى التورت القمر ده، هنزل عليه الكاسترد اهو. خليني اخد معلقه كده ايه. ماشي، هنعمل كده. شايفين حضراتكم السوا بتاعه ما يعلاش كتير، عشان نعمل حساب الحشو، الفاكهه اللي هتتحط على الوش. طبعا المانجا لما بتتحط مع خليط الكاسترد بتدي طعم حلو قوي للايه، للحشو نفسه. حاجات بارده بقى في الصيف جميله، ما تحتاجوش تشتروها من بره، انتوا تعملوه في البيت كاسترد البيت ده ما لا يعلى عليه. بس ادوله بس شويه مانجا بيوري وشوفوا طعمه. خلاص هناخد بقى مع بعض المانجا الحلوه دي، بسم الله، ونبدا نرص. هلبس بس جلافز. الطريقه بقى اللي تريح حضراتكم، في ناس ممكن تحب تعمل المانجا دي مكعبات وتحطها على الوش، جميله برده. في ناس ممكن تعملها شرايح، مفيش مشكله، الشكل اللي يريح حضراتكم اعملوا. عايزين تحطوا مانجا مع فواكه تانية زي الكيوي، زي التفاح، زي براحه حضراتكم اهو. وهنبدا بقى ناخد ايه، وحدات المانجو. بصوا بقى هنعمل داير ما يدور. لا خلاص بطلت ادور يا ندى. كانوا عايزين يقولوا لي نحط كريز يا شيف، قلت لهم يعني ممكن لو ما فيش يبقى احلى، اصل المانجا بصراحه ليها شخصيه مستقله بذاتها، صح كده ولا ايه؟ ها، ايوه،
في حد ما بيحبش المانجا ممكن يكون ما بيحبهاش غصب عنه، يعني يكون بيتعب منها، عشان هي برضو خلوا بالكم المانجا يا جماعه اللي ياكل مانجا يا ريت ما تكتروش، غير الاملاح بتاذي الكلى جدا، ولازم بعد اذنكم تشربوا ميه كتير جدا بعد اكل المانجا بالذات. انا لما بنتي بتقولي انا هاكل مانجا اقول لها واحده، تقولي طب اتنين، اقول لها بس هنشرب ميه ونفصل في النص، ما ينفعش على طول، لان الاطفال اصلا بتنسى نفسها في شرب الميه، فاحنا الكبار كمان بننسى ساعات، فلازم حضراتكم تشربوا ميه كتير، مش بس في الصيف، صيف شتاء الميه دي مهمه جدا. نبدا بس ايه نرص بقى داير ما يدور زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما قلت لكم في النهايه هنحط او هنضيف مسحه الجيلي او المربى المذابه على النار بمعلقه ميه، نلمع بالفرشه بس كده علشان الفاكهه تلمع وتحافظ على الفاكهه بتاعتنا ما تتبلش لما تتحط في الثلاجه. طبقه يعني جميله كده، وايه واتمنى يعني تدوقوها. طبعا البيورين مانجا لما بيتحط مع الكاستر بصراحه بيبقى رائع. في ناس بتستخدم البيستري كريم الجاهز وتحط معاه ويبنج كريم او كريم شانتي وتروح حاطه معاهم برضو المانجا البيوري، فعلى حسب ما حضراتكم عاوزين زي ما انتوا عايزين. هنبدا بقى نشكل الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لحد ما نستكمل شكلنا اللي مخرجنا استعرضه قدام حضراتكم. وايه وصحه وهنا طبعا على قلب حضراتكم، حطوه بقى في الثلاجه كده لحد بعد ما نخلص الاكل، حاجه مرطبه بعد الاكله الجميله دي. ودلوقتي بقى احنا هنستعد طبعا للفقره الطبيه. قدامنا قد ايه يا حبايبي؟ دقيقه واحده. ماشي، هينضم لنا مين كده؟ بصوا الجمال، هيبقى معانا دكتور علاء ان شاء الله، دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذيه العلاجيه. ودكتور علاء النهارده هيكلمنا في موضوع مهم قوي هيهم ناس كتير قوي من حضراتكم، وده كان بناء على انه جالي كتير اسئله على الصفحه، واحنا حطيناه في موضوع اقرب موضوع يعني في اقرب هوا لينا، هنتكلم عن مقاومه الانسولين والفرق بينها وبين زياده الوزن. هنشوف القصه دي اخبارها ايه مع دكتور علاء ان شاء الله في الفقره اللي جايه. واسمحوا لنا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه بسيطه نستقبل فيها ضيفنا دكتور علاء اللي هيشرفنا وينورنا في الاستوديو.